مقتل 6 نساء في النمسا خلال 3 أيام بجرائم عنف. مظاهرات تعم النمسا رافضة للتطرف اليميني. الشرطة تبدأ ببيع سيارات المتهورين في المزاد من مارس المقبل. الداخلية تتيح إمكانية إرسال صور جوازات السفر رقمياً. إزالة 51 طنا من مخلفات الحرب العالمية في العام 2023. وضبط نمساوية باع 800 تورتة بالأسود عبر إنستغرام. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. سجلت النمسا مقتل 6 نساء في 72 ساعة، كان إحداها مقتل 3 نساء صينيات في منزل للبغاء في فيينا على يد طالب لجوء أفغاني. وقتلت أيضا امرأة وابنتها البالغة من العمر 13 عاما يوم الجمعة في فيينا، والمتهم هو الأب ولم يتم اعتقاله حتى الآن، فيما قتلت امرأة مسنة رميا بالرصاص على يد زوجها الذي حاول الانتحار فيما بعد في النمسا السفلى، في حين حذر وزير الداخلية جيرهارد كارنر من النظر إلى هذه الحالات بشكل منفصل، مؤكدا بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستدخل حيز التنفيذ. نظمت العديد من المنظمات الحقوقية في النمسا يوم الأحد مظاهرات وفعاليات إشعال للشموع ضد التطرف اليميني تحت شعار الدفاع عن الديمقراطية. وشهدت فيينا بحرا من الأضواء أمام البرلمان بحضور 800 شخص، وتم إشعال الشموع أمام مكاتب البلديات وقاعة المدينة والمعالم السياحية في أكثر من 30 موقعا بهدف إظهار قوة الديمقراطية، وذلك ردا على اجتماع للمتطرفين اليمينيين في ألمانيا ناقشوا فيه خططا لترحيل جماعي لملايين الأشخاص. وأعلن المنظمون عن مظاهرات كبيرة في 23 من مارس المقبل. ابتداء من 1 مارس 2024 يمكن مصادرة السيارات للمخالفين الذين يتجاوزون حدود السرعة بشكل متكرر، مع إمكانية بيعها في المزاد العلني. ويمكن مصادرة السيارة وبيعها عند تجاوز السرعة داخل المدن أو خارجها، خاصة للمتسابقين. وإذا لم يكن المتسابق مالكا للسيارة فيمكن للشرطة مصادرة السيارة مؤقتا لمدة 14 يوما كحد أقصى، في حين أعرب نادي السيارات النمساوي عن قلقه بشأن فعاليات هذا الإجراء، حيث لا توجد دراسة تثبت فعالية العقوبات الأكثر صرامة إضافة للعقبات الدستورية. أطلقت النمسا نظام إيبيلد الجديد الذي يسمح للمصورين بإرسال الصور الرسمية إلكترونيا إلى السلطات. ويمكن إرسال صور جوازات السفر وبطاقات الهوية رقميا، ولن يتم إلغاء الصور الورقية الكلاسيكية بشكل موازي. وبدوره أكد وزير الداخلية أن هذه خطوة أخرى نحو إدارة فعالة وحديثة، ولا داعي لحمل الصور المطبوعة من المصور إلى المكتب، حيث يتسبب ذلك في مضيعة للوقت والجهد، مؤكدا أن النظام يعمل عبر اتصالات مشفرة. أفادت وزارة الدفاع النمساوية أن خدمة إزالة الألغام التابعة للجيش النمساوي فككت أكثر من 51 كيلوغرام من مخلفات الحرب في 1075 عملية. وشملت المواقع المسطحات المائية والغابات والمدن والجبال، خاصة في المنطقة الحدودية بين النمسا وإيطاليا، وتم تدمير 19 طنا عن طريق التفجير في ساحات خاصة بالجيش، بالإضافة لحرق 6 أطنان من ذخيرة المشاة في فرن خاص، في حين واجه المختصون 31 حالة غير آمنة للنقل تم تدميرها في الموقع. وتم تنفيذ أكبر عدد من العمليات في النمسا السفلى، 3 هشتاير ثم النمسا العليا. كشفت الشرطة المالية عن امرأة من النمسا العليا كانت تدير معملا للحلويات بالأسود، تمكنت فيه من بيع 806 قالب جاتو محققة 72 ألف يورو. وتلقت المرأة إعانات البطالة من مكتب العمل منذ بداية 2022، وحصلت أيضا على 17 ألف يورو. وتم الكشف عن المعمل من خلال إعلان على إنستغرام الخاص بالمرأة
حيث نشرت صور حلوياتها بسعر 90 يورو للتورتة الواحدة. وقال وزير المالية النمساوي ماغنوس برورنر، قال إنه لا يمكن التسامح مع مثل هذه التصرفات التي تضر بمبادئ الاقتصاد العادل والمجتمع التضامني. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا نذكركم بضرورة تحميل تطبيق إنفوجراد على هواتفكم. أطيب الأمنيات. إلى اللقاء.